لو قال قائل تلك الساعات كيف تضبط؟ ما هو ابتداؤها؟ قيل من طلوع الفجر الثاني، يعني من أذان الفجر، وقيل من طلوع الشمس، وقيل هو جزء من أجزاء الساعة السادسة. وهذا القول بنوا على أن الحديث ذكر الرواح، والرواح إنما يكون بعد الزوال. وقد قال ابن القيم رحمه الله إن كلمة راحة لا تدل على آخر النهار إلا إذا اجتمعت مع غدا، وكلمة الغدو لم تذكر في هذا الحديث. وما جاء من لفظ بذكر التهجير في هذه الساعات، والتهجير إنما يكون مع شدة الحر بعد الزوال، فإنه ليس على كل حال يكون التهجير، ليس على كل حال يكون التهجير في شدة الحر. لما؟ لأنه يأتي بمعنى التبكير، بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم الناس ما في التهجير، يعني في التبكير، لاستبقوا إليه. وهذا عام في جميع الصلوات. إذن متى تبدأ وكيف تقسم؟ الصحيح أنها تبدأ من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس الأحكام به تتعلق بصلاة الفجر. إذن من طلوع الشمس تبدأ الساعة الأولى.